مساء الخير يا شباب، معاكم ساره وتسامي من لايت اكاديمي، والنهارده فيديو جديد من فلاتر. هنكمل فيه كلامنا عن الريسبونسيف يو اي. كنا المره اللي فاتت عرفنا ازاي نجيب المعلومات بتاعه الجهاز ونخلي الكود يبقى ريسبونسيف. النهارده هنكمل ونعمل ريفاكتور للكود ونخليه كلين اكتر، ونبني ويدجت جاهزه نقدر نستخدمها في البروجكت بتاعنا. فاول حاجه اعملها اروح على ليب فولدر واعمل فولدر جديد هسميه كور، وجوه الفولدر هعمل فولدر تاني هسميه enums. هو في غلطة في الاسم فممكن نعدلها، نعمل refactor. تمام كده. تعالى نعمل جواه dart file هنسميه device type، وهنحط فيه ال enum اللي موجود في المين دوت dart. هناخده copy ونحطه هنا بيست. تمام كده. تعالى بقى نعمل فولدر تاني ونسميه functions، وهنعمل فيه دارت فايل هنسميه get device type، وهنحط فيه الفانكشن الموجودة في المين دوت دارت برضو. تمام كده. وتعالى نعمل import للماتيريال دوت دارت وللديفايس تايب. تمام. تعالى نعمل فولدر تاني هنسميه مودلز، وهنعمل فيه دارت فايل هنسميه ديفايس انفو. وهنعمل هنا كلاس اسمه ديفايس انفو. ايه الهدف من الموديل ده؟ دلوقتي احنا قلنا ان احنا هنعمل ويدجت هنوفرها للبروجكت كله، فالمفروض ان الويدجت دي هتقدم كل بيانات الديفايس، فبالتالي انا هعمل موديل. الموديل ده هيحتوي على كل بيانات الديفايس، عشان كده اول حاجه هحطها فيها احط الاورينتيشن. واحط الديفايس تايب والسكرين ويدث. والسكرين هايت واللوكال ويدث. واللوكال هايت. تمام كده. تعالى بقى نحط الكونستراكتور، بس هنعدل ال H نخليها كابيتال مش سمول. تعالى تمام كده. تعالى نعمل ريفاكتور وكنترول اس، وهنعدل ال اتش هنا كمان. وكده ممكن نخلي الكونستراكتور يبقى نيمد كنترول اس. كده اتظبطت. تعالى بقى نعمل فولدر تاني وهنسميه يو اي كومبوننتس، تمام. تعالى نعمل فيه دارت فايل وهتبقى الويدجت بتاعنا، هنسميها انف ويدجت. تعالى نعمل هنا ستيتلس ويدجت هنسميها انف ويدجت. تعالى نعمل امبورت للماتيريال دوت دارت. تمام كده. وتعالى بقى نعمل فانكشن بتعمل ريتيرن لويدجت، وبتاخد حاجتين، بتاخد البيلد كونتكست وبتاخد الديفايس انفو، وهنسميها بيلدر. تعالى نخليها فاينل ونعمل الكونستراكتور. تمام كده. دلوقتي انا ايه اللي انا عملته؟ انا كل اللي انا عملته عملت فانكشن اسمها بيلدر. الفانكشن دي بتعمل ريتيرن لويدجت، يعني اللي هيستخدم البيلدر المفروض ان هو هيديها كول باك. الكول باك دي بتعمل ريتيرن لويدجت، وانا ببعت له في الكول باك دي حاجتين، ببعت له الكونتكست عشان مكان الويدجت في التري، وببعت له حاجه تانية اللي هي الديفايس انفو. والديفايس انفو المفروض ان هو هيستخدمها عشان يقدر يوصل لبيانات الديفايس كله. تعالى بقى نروح على البيلد ميثود ونمسح الكونتينر
وهنحط لاي اوت بيلدر، هنقول دلوقتي هنستخدمه ليه. تمام كده، وتعالى نقول البيلدر طبعا بياخد كول باك بيدين فيها الكونتكست والكونسترينز، وده شبيه جدا بالبيلدر اللي انا لسه عامله. تعالى نعمل ريتيرن بقى للبيلدر اللي جاي لي. تمام، تعالى بقى نعمل متغير اسمه ديفايس انفو، تمام كده. تعالى نحط السيمي كولون، وتعالى بقى نبعت له الكونتكست والديفايس انفو عشان اللي يستخدم البيلدر هيلاقي الحاجتين دول كده مظبوط. عايزين بقى نبتدي نحط البيانات في الكونستراكتور بتاع الديفايس انفو، لان حاليا ما فيهاش اي حاجه. فاول حاجه هبتدي بيها الاورينتيشن، طبعا هضطر اجيب الميديا كويري الاول. فتعالى نعمل متغير نسميه ميديا كويري داتا، وهجيب الميديا كويري اوف كونتكست، بعد كده السايز، لا السايز لا، هنمسح السايز. تمام كده، تعالى بقى نجيب الاورتيشن عن طريق الميديا كويري، نوصل للاورتيشن وهنكرر الكلام ده برضو في الديفايس تايب. بس طبعا الديفايس تايب هستخدم الفانكشن اللي انا عاملها، او الجيت ديفايس تايب وهبعت لها الميديا كويري داتا. تمام كده، طبعا هستخدمها عشان اجيب السكرين ويدث. تمام، ونفس الكلام برضو عشان اجيب السكرين هايت. مظبوط كده، طبعا هقول اللوكال هايت بقى، وهنا هستخدم بقى الكونسترينز اللي جايه لي من اللاي اوت بيلدر، عشان كده في الاول خالص استخدمت اللاي اوت بيلدر. تعالى بقى نحط اخر حاجه اللي هي اللوكال ويدث، وهنستخدم الكونسترينز برضو عشان نوصل لايه، للويدث. تمام كده، كده انا بالفعل دلوقتي عندي الديفايس انفو فيها كل بيانات الديفايس، وانا بالتالي باعتها من خلال البيلدر للشخص اللي هيستخدم الانفو ويدجت. فبالتالي هيقدر يستخدم او هيقدر يجيب كل بيانات الديفايس بسهوله جدا من خلال الويدجت ديت. تعالى بقى نقفل كل الفايلز دي ونروح على المين دوت دارت، ممكن نمسح اللي اوت بيلدر بقى طبعا خلاص مش محتاجينه. تمام كده، تعالى بقى هنا نستخدم الانف ويدجت. اللي احنا عملناها طبعا عارفين ان هي بتاخد بيلدر، والبيلدر بيبقى عبارة عن كول باك احنا عاملينها، ممكن نشوفها. هتلاقي ان الكول باك بيديني فيها حاجتين، الكونتكست والديفايس انفو. فطبعا انا كده محتاج اعمل كول باك، ممكن دلوقتي نعمله ريتيرن للنال بس مش اكتر. وتعالى بقى ناخد في الكول باك بعديها، تعالى نحط سيمي كولون الاول، وبعد كده ناخد هنا الكونتكست، وهناخد برضو الديفايس انفو، وبعد كده هنعمل print statement لكل البيانات من خلال الـ device info. وبالفعل أنا كده عملت print statement لكل البيانات اللي موجودة في الـ device info من أول الـ orientation لحد الـ local height. فكده ممكن أعمل run، أشغل الـ device الأول، وزي ما أنت شايف بالفعل الـ project عمل run بس مديني error هنا، والـ error ده لأن إحنا عاملين return null. فتعال نخليها container بس دلوقتي، ونعمل control S. تمام كده، زي ما انت شايف الايرور هيختفي. انا اللي يهمني طبعا اللي موجوده في البرنت ستيتمنت اللي موجوده في الران، زي ما انت شايف بالفعل مديني البورتريت اللي هو الاورينتيشن، وزي ما انت شايف هو بالفعل بورتريت ومديني اللي هو الموبايل، وبعد كده مديني الويدث ومديني الهايت، وبعد كده اللوكال ويدث وبرده اللوكال هايت. فكده بالفعل البيانات زي ما انت شايف بيتعمل لها برنت. وطبعا لو غيرنا نوع الديفايس هتلاقي البيانات برضو بتتغير، زي ما انت شايف هنا تابلت الويدث ب 800، الهايت ب 1200. ولو تلاحظ هتلاقي دايما ان الويدث اللوكال ويدث نص السكرين ويدث، ونفس الكلام في الهايت، وده لان احنا عاملين الكونتينر اخده نص السكرين، فبالتالي عشان كده اللوكال ويدث بيبقى نص السكرين ويدث. وده كل اللي احنا عايزين نعمله في الفيديو النهارده.
وبكده الفيديو يكون انتهى. اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو. ما تنسوش تدعموا للشانل بسبسكرايب، ولينك البيج الخاصة بالقناة هتلاقوها في الديسكريبشن، اعملوا لها لايك عشان نفضل على تواصل مستمر، وسيبوا آراءكم في الكومنتس، وهتلاقوا لينك البروجكت موجود على جيت هاب، ممكن تعملوا ستار. واشوفكم فيديو المرة الجاية، مع السلامة.